8 صباحا بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. بعد تفرقة صمت بالقوة، الطلاب يعودون إلى محيط جامعة كولومبيا ويهتفون لفلسطين، ومجلس النواب الأمريكي يوسع تعريف معاداة السامية. المقاومة الفلسطينية تواصل دك مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ، والميادين تحصل على نص العرض الذي نقلته مصر إلى حماس. بلينكين يجدد تأكيد معارضة واشنطن لعملية عسكرية في رفح، ويشدد أمام مسؤولين إسرائيليين على أن وقف النار في الشمال غير ممكن من دون وقف النار في غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال على حدود فلسطين المحتلة، وترد على قصف القرى اللبنانية بتدمير منازل في مستوطنتي المطلة وشتولة. والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدفين حيويين في إيلات والجولان المحتل بالطائرات المسيرة. الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ويطلب الانضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام العدل الدولية، وكاتس يصفه بالمعادي للسامية. صباح الخير وأهلا بكم. لم يهدأ الحراك الطالبي في الجامعات الأمريكية ضد الحرب على غزة. الاحتجاجات مستمرة بوتيرة متصاعدة رغم عنف الشرطة في جامعة كولومبيا في نيويورك، وأصل المتظاهرون إلى البوابة الرئيسية للجامعة، فيما يواصل طلاب آخرون الاعتصام والهتاف في محيط قاعة هند، علما بأن الشرطة الأمريكية فضت الاعتصام في داخلها يوم أمس واعتقلت العشرات. وأفادت شرطة نيويورك بأنه تم توقيف نحو 300 شخص بعدما فككت مخيم الطلاب. وفي لوس أنجلوس اصطفت الشرطة بأعداد كبيرة أمام جامعة كاليفورنيا في وقت يرفض فيه المعتصمون المغادرة. أما في جامعة أريزونا فاستعانت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع وصفته بأنه غير قانوني. وفي كارولينا الشمالية تدخلت الشرطة لإخراج محتجين في جامعة تشابل هيل. كنت داخل بوابة جامعة كولومبيا عندما تدخلت شرطة نيويورك لتعتقل المتظاهرين المؤيدين لفلسطين. الطلاب اصطفوا خارج الجامعة محاولين منع شرطة الدخول. شاهدت الشرطة تقوم بتفريق هؤلاء المتظاهرين وإبعادهم بالقوة، وكانت الشرطة قاسية جدا وعدوانية. كنت في المنطقة الليلة الماضية، رأيت الفوضى في وقت متأخر. الحرم الجامعي موجود هنا منذ أكثر من 250 عاما. التأكد من أن هذه المباني آمنة أمر مهم جدا للمجتمع. وللاطلاع أكثر على مجمل تطورات الأوضاع وتحديدا في جامعة كاليفورنيا، ينضم إلينا من داخل حرم الجامعة حمزة أحد طلاب جامعة كاليفورنيا. مرحبا بك حمزة. لو تضعنا في صورة الوضع الآن عن أعداد الطلاب المعتصمين وكيف يتم التعامل معهم. أهلا يا أخي. الحمد لله رب العالمين. هلأ الطلاب يعني صامدين، وأول شيء بدي أشرح لكم شغلي. تفضل. إنه صح كل حدا هلأ عم يطلع على شو عم يعملوا الطلاب، بس مرات اللي العالم بينسوا السبب.
والسبب نحن هون مشان الشعب إلى غزة. إلى غزة مهمة. يعني صح الشغلة اللي نحن عم نعملها يعني شغلة كبيرة. بس نحن هون مشان غزة. هيك بدي يعني بدي أحكي أول مهمة كثير. نعم. الحمد لله الوضع معنا كويس. ما عم ينكش فينا الشرطة أو أي شيء. وعم نحكي مع رئيس الجامعة. وعم نحاول نشيل الاستثمار من الجامعة. طب ما هي ما الذي تريده إدارة الجامعة منكم الآن؟ الجامعة عم نحكي معهم إن نحن متفقين إنه نحن فينا مظاهر وعمل هاي المخيم قد ما بدنا. بس كمان نحن حكينا مع الجامعة وأشرح لهم إنه لو حكالوا لو حنا حكانوا لا نحن لسه رح كنا قاعدين ورح نضل على طول لو يعني قيمة بيشيلوا الاستثمار. طب أليس هناك خشية ربما من استعانة الجامعة برجال الأمن بالقوى الأمنية والشرطية؟ أسف أخي فيك تردك مرة. أليس لديكم خشية من أن تستعين إدارة الجامعة بالشرطة من أجل تفكيك هذا المخيم في حال لم تتوصل معه إلى الاتفاق؟ لا لسه ما حكوا مع الشرطة وهيك شكله ما راح يحكوا. بس أو إذا حكوا لسه ما بيفرق ما بتغير أي شيء. نحن صامدين وكل شعب غزة صامدين وهن عايشين رح نكون معهم واقفين معهم بإذن الله. طب ما هي مطالبكم بالتحديد؟ ما هي الشعارات التي ترفعونها في هذا الاعتصام؟ يعني طلبتنا؟ نعم. طلبتنا انه بيشيلوا الاستثمار من الجامعة. ممكن انا عم اخربط في كلمة بس الانجليزي يعني investment. اي المهم. وبعدين بدنا الجامعة نفسها انه احكي الاحتلال الاسرائيلي في احتلال اسرائيلي في فلسطين. وكمان بدنا يعني الجامعة يدفع عن الطلاب اللي بيحكوا عن فلسطين. هاي الطلاب. طب ماذا عن أعداد المعتصمين حمزة؟ آسف؟ أعداد المعتصمين، أعداد هل أنتم في تزايد؟ هل يتزايد عدد المعتصمين في جامعة كاليفورنيا؟ آسف أخي بس الحربي ما تبعي يعني مو 100%. هل فهمت السؤال حمزة؟ ما فهمت 100%. نعم، هل هناك تزايد في أعداد الطلاب المعتصمين داخل جامعة كاليفورنيا؟ يعني أعدادنا في الجامعة؟ نعم، أعداد المعتصمين هل هي في تزايد؟ هل يزيد العدد؟ الطلاب يعني كل يوم عم يزيدوا المخيم. كل يوم يعني بلشنا ممكن مع 50، ثاني يوم كانت ممكن 60، وهذا اليوم يعني نحن عندنا في كاليفورنيا كانت يوم الأربعاء كان عندنا شيء ممكن 200. إن شاء الله بإذن الله يعني بيزيد كل يوم كمان. طيب شكرا جزيلا لك من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس حمزة، كنت معنا من هناك. وردا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات البلاد، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح توسيع تعريف مصطلح معاداة السامية في خطوة لا تزال بحاجة لأن يقرها مجلس الشيوخ. جراس بيطار. أمريكا دولة بوليسية. هذا ليس تحليلا بل وصفا دقيقا للواقع. الواقع الأمريكي يقول اليوم إن الأقنعة سقطت وكشرت أمريكا عن أنيابها. بعض الأدوات التي تستخدمها في ساحات نفوذها في العالم استخدمتها هذه المرة في حرم جامعاتها وعلى أبنائها. مجموعات من الشباب الذين تديرهم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والحركة الصهيونية في الولايات المتحدة دخلت على الخط، والأصح صدر الأمر بإدخال هذه المجموعات على الخط لقمع تحرك الطلاب المناهضين للإجرام الصهيوني. قوات الأمن داخل الجامعات لم تفلح، قوات الشرطة ستعطي بعداً آخر غير مطلوب، فلا بأس إذن من زج عنصر جديد في المشهد الطلابي المتصاعد الثائر.
عنصر كان كفيلاً بإسقاط كل الأوهام التي عاشها العالم عن واحة الحرية والديمقراطية الأمريكية الزائفة. مشهدية جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، هذه الجامعة الرسمية التي يعود تأسيسها إلى القرن 19، هي مشهدية الانكشاف الأمريكي بامتياز. فمن غرب بلد الأحلام في كاليفورنيا إلى شرقه في نيويورك، تهز فلسطين مداميك الهيكل السياسي الأمريكي. هنا تحديداً فقدت أمريكا أي شرعية أخلاقية تاجرت بها على مدى عقود، بل استخدمتها سلاحاً ضد أي دولة ونظام أو شخص وقف في وجهها وقال لها لا. أمام شاشات العالم كلها، نحن أمام سقوط أمريكا أخلاقياً وسياسياً وتاريخياً. فكيف يحق لواشنطن بعد اليوم أن تتدخل في عملية سلام هنا وعقوبات هناك؟ بأي منطق تقدم نفسها وسيطاً بين متنازعين أو شرطي العالم أو حامية حقوق الإنسان والحريات؟ وهل بقي لديها ذرة مشروعية لكي ترمي غيرها بحجر محاسبة في العالم أجمع؟ أمريكا تلعب بالنار، والنار ستمتد إلى كل أعوانها وفي مقدمهم إسرائيل. الرأي العام الأمريكي هو تهديد وجودي، عبارة أصاب بها وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال في توصيف المخاطر على تل أبيب. فهناك يطالب المسؤولون بإعادة الاستثمار في فيديوهات السابع من أكتوبر، كما استثمروا سنوات وسنوات ما يرتكبون أضعافاً منه اليوم في غزة، أي الهولوكوست. المشهد يتطور لدرجة أن واشنطن باتت حريصة على الهدنة في غزة، خوفاً من أن تسقطها الفوضى في الشارع الأمريكي. غراسيا بيتار، الميادين. أكدت سرايا القدس قصف تمركز لجنود الاحتلال وآليات في محيط منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ومقراً للقيادة والسيطرة في محيط مستشفى الصداقة التركية على خط الإمداد لمحور نتسريم بقذائف الهاون. كذلك أعلن كتاب القسام دك قوات الاحتلال الموجودة في محور نتسريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما أعلنت أيضا استهداف حشود قوات الاحتلال قرب كيبوتس حوليت بمنظومة الصواريخ رجوم القصيرة المدى من عيار 114 مليمترا. هذا ونشرت الكتاب مشاهد لكلا الاستهدافين. زالت كتائب الشهيد عز الدين القسام تدك تحشدات العدو في محاور مدينة غزة، وإن جهادنا ماض ومستمر، وإن جدوة المقاومة مستمرة، وإنه لجهاد جهاد، نصر أو استشهاد. بسم الله، الله أكبر. يا رب السداد، يا رب السداد.
أنت ولكن الله ضمه. محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية العميد شارل أبي نادر رأى أن شمال قطاع غزة خرج من دائرة اعتبار قوات الاحتلال أنها أنهت عملياتها فيه، وخاصة إثر العمليات النوعية ولا سيما في وسط القطاع بدير البلح. يعني أن الشمال يعني هو خرج من الدائرة التي أرادها العدو بأن تكون عمليته قد انتهت وقد تم السيطرة عليه، خاصة أن المقاومة رامية تعيد مستوى أو نماذج الأعمال القتالية على نفس المستوى، استهداف دبابات هندسية دي 9، جرافات واستهدافات ميركافا بالياسين، قنص لجنود والهواوين هي لا تنقطع. يعني كل هذه العمليات ربما بمستوى أخف قليلا أو بوتيرة أخف، ولكن نفس نموذج العمليات في المناطق التي تبعد مئات الأمتار عن الشرق وعن الشمال وعن الشرق، وكأن يعني كما قلنا المنطقة الشمالية أو أقصى الشمال لم تستطع وحدات العدو أن تفرض عليها المناورة التي تريدها. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال شرق القدس، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت شابين بعد مداهمتها عددا من منازل المواطنين. كذلك نفذت مداهمات في قرية بودرس غرب رام الله وشنت حملة اعتقالات واسعة في القرية. حصلت الميادين على نص العرض المقدم لحركة حماس عبر مصر والذي يهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار. الاتفاق الإطاري المكون من 3 مراحل شمل كل من مصر وقطر والولايات المتحدة كدول ضامنة له، إلى جانب مبادئ أساسية بينها تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 5 سنوات وعدم اعتقال الأسرى المحررين الفلسطينيين استنادا إلى نفس التهم التي اعتقلوا على أساسها سابقا، وإطلاق إسرائيل سراح 40 أسيرا من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن المقترح حول غزة، وأشار إلى أن لا وقت لمزيد من التأخير وأن على حماس قبول المقترح. بلينكين الذي كان يتحدث من ميناء أسدود في فلسطين المحتلة أكد أن موقف واشنطن من مسألة الهجوم على رفح لن يتغير، ولفت إلى أنها لا يمكنها دعم عملية عسكرية في رفح في ظل غياب خطة إنسانية وفق تعبيره. بالنسبة لرفح موقفنا واضح، لم ولن يتغير، لن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح في غياب خطة فعالة لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى، وفي الوقت نفسه هناك طرق أفضل للتعامل مع التحدي المستمر الذي تمثله حماس والذي لا يستدعي عملية عسكرية كبيرة في رفح. لقد تحدثنا مع الإسرائيليين حول هذا الموضوع وسنواصل تلك المحادثات. رأى الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية هاني الداري أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وبعض القادة العرب يحاولون الضغط في المفاوضات، وأضاف في حديث إلى الميادين أنه كان الأولى الضغط على الاحتلال في ظل حديث نتنياهو عن شن غزو على رفح من دون الاكتراث لأي ضغوط. كيف لبلينكين وكيف لبايدن وكيف لكل القادة وبعض حتى التسريبات من بعض الدول العربية أن يتحدثوا ويحملوا المسؤولية لحركة حماس وللمقاومة الفلسطينية بموضوع الرد، ويقول بلينكين هذا عرض سخي. أي عرض سخي هذا اللي يتحدث عنه؟ هذه ورقة مصرية، أنا تحدثت سابقا، هاي ورقة مصرية محسنة عن الورقة الإسرائيلية بعض الشيء وليس كل شيء فيها واضح لصالح شعبنا الفلسطيني. كان الأولى من بلينكين ومن أيضا الوسيط المصري أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي وأن يقول نحن ما زلنا ننتظر رد نتنياهو الذي يضرب بعرض الحائط كل هذه المباحثات وحتى التحسين اللي هو لصالح الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط. يتحدث يزور بالأمس منتديات المستوطنين المتطرفين الصهاينة الذين يرفضون الصفقة حتى يوجه رسالة بشكل واضح أن المجتمع الإسرائيلي يرفض الصفقة وهو يدعم نتنياهو بحربه وهجومه على رفح. ورسالة أخرى وتحدث بشكل واضح، قال بالأمس أو اليوم المقطع المصور قال لا يوجد صفقات، نحن باتجاه الهجوم على رفح. بين مد وجزر تراوح مكان مفاوضات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال،
حيث لا يزال أمر الاتفاق معلقا تحكمه مطالب ومحاذير الجانبين، فلكل من المقاومة الفلسطينية وتل أبيب حسابات في شان حرب ليست كسابقاتها من الحروب. مفترق طرق جديدة تصل إليه الحرب، إما الصفقة وإما اجتياح رفح. هكذا يحاول الاحتلال الإسرائيلي ومن معه تقديم المشهد والقول إن المقاومة هي الملامة على النتيجة، كي تذهب نحو اتفاق سيء وفي أحسن الأحوال إلى اتفاق منقوص النتائج ضعيف الضمانات. لا شك أن المفاوض الفلسطيني الذي خبر اتفاقات الهدنة وألغام التفاصيل يعي اللعبة جيداً، لكن الصورة التي يعممها الإعلام الدولي والإسرائيلي خطيرة، حتى إنها تخلق انطباعات عامة قوية بقرب انتهاء الحرب، وشياطين تفاصيلها كثيرة وأصحاب النيات الحسنة قليلون. نقطة أخرى لا تقل أهمية، تفهم المقاومة الفلسطينية أن الثمن الكبير من التضحيات يجب ألا يقابله نتيجة بسيطة أو نتائج مجتزأة، وأن أي اتفاق لإنهاء الحرب الجارية سيرسم مسار السنوات العشر المقبلة على الأقل، ولهذا لا رفاهية ولا اضطرار، أمر بين بين. أما النقطة الأهم فهي إدراك أن اليوم التالي للحرب في إسرائيل أقسى بكثير من اليوم التالي للحرب في غزة، وهذا ما يجعل حاجة إسرائيل إلى الحرب حكومة وجيشا حاجة كبيرة، ويعني في الوقت نفسه أن إنهاء الحرب ليس مسألة اتفاق على اتفاق، إنما أكبر من ذلك. في ملف الأسرى تزاحم المقاومة أولويات الاحتلال منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وفي كل مرحلة تكشف أوراقها التي تخلط أوراق الإسرائيليين على أمل أن يحقق ذلك خرقا كبيرا يمنع معركة رفح ولا يؤجلها فقط. مع ذلك تقول التجربة ما بعد 7 أكتوبر إن احتمال اجتياح رفح وارد، وإن الاستعداد للتصدي له على الطاولة، بل استعدت له المقاومة بما أمكن، وإسرائيل ليست بحاجة إلى مبرر مثل إخفاق الاتفاق لقتل الفلسطينيين، ولذلك تبقى المقاومة حتى النفس الأخير حقا مشروعا وأصيلا، وبذلك يأتي الانتصار. دعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إلى سلوك طريق الحل السلمي في الصراع في الشرق الأوسط، لأن الحلول العسكرية غير ممكنة. وخلال مداخلة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد نبينزيا على أن واشنطن وتل أبيب تعتقدان بإمكان الحل العسكري الذي برهن عن فشل ذريع وتسبب في مآس كبيرة. الطلبة الأمريكيون يعبرون عن غضبهم لأن حكومتهم متواطئة مع إسرائيل وتزودها بالسلاح لقتل النساء والأطفال الفلسطينيين. إننا نستطيع وضع حد لهذا الصراع ويجب أن نوقفه. روسيا الاتحادية تدعو إلى وقف القتال وتعمل جاهدة من أجل تحقيق استقلال دولة فلسطين وتمثيلها الكامل في الأمم المتحدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش الفيتو الأمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمندوب الفلسطيني يؤكد أن مشروع قرار سيقدم في 10 من الشهر الحالي لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. تقرير نزار عبود. واصلت الجزائر ملاحقة تنفيذ طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهذه المرة في الجمعية العامة بعد اعتراض واشنطن بالفيتو عليها في مجلس الأمن الدولي. فمجلس الأمن وفقا للمادة 24 من الميثاق يعمل نائبا عن أعضاء الأمم المتحدة، وعليه فلا يصح للمفوض مخالفة رغبة غالبية الأعضاء وهم أصحاب الاختصاص الأصلي بتنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة. هذا الطرح أيدته أكثر من 140 دولة اعترفت حتى الآن بفلسطين. سوف نطرح قرارا للتصويت أمام الجمعية العامة في 10 من هذا الشهر في الدورة الاستثنائية 10 المستأنفة. لكن الولايات المتحدة جددت تأكيدها أن الحل لا يكون إلا بالتفاوض وبالتطبيع مع الدول العربية، وهو ما يستمر العمل عليه حتى بعد طوفان الأقصى. المشاورات في شأن التطبيع وفي شأن الأفق السياسي للفلسطينيين بما يؤدي إلى قيام دولة ونيل العضوية في الأمم المتحدة مستمرة، وحماس وإيران التي تدعمها تفضلان عدم نجاح هذا الجهد. رد مندوب إيران بالتشكيك بصدق النوايا ومنتقدا عقم الجهود الأمريكية.
لا توجد أي نية أو جهد تبذله الولايات المتحدة لإرغام نظام الفصل العنصري الصهيوني لكي ينصاع للطلب العالمي بتحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية. أما مندوب الاحتلال الإسرائيلي الذي استشاط غيظاً من مناقشة العضوية فخرج عن أدبه موبخاً الدول الأعضاء. المفاوضات هي السبيل الوحيد للتقدم، هكذا يصنع السلام، وعلى أولئك الذين يدعمون دولة إرهابية فلسطينية الخجل من أنفسهم. كانت هذه التاسعة جلسة تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ انطلاق طوفان الأقصى، وفي الجلسة العاشرة ينتظر أن يتم البت بعضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية، والنتائج تبدو مبشرة. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف منزلين في مستوطنة شتولة بالصواريخ الموجهة وإصابتهما إصابة مباشرة. المقاومة استهدفت كذلك مبنى في مستوطنة المطلي بالأسلحة المناسبة، وانتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. لبلدة شبعة ومزارعها رمزية خاصة نظرا إلى أهمية موقع الاستراتيجي، ولأن جزءا منها ما زال تحت الاحتلال الإسرائيلي. فاطمة فتوني. لأهل شبعة حق في ملكية الأرض التي تحتلها إسرائيل، حق مثبت بالوثائق، ومع ذلك ينكر الاحتلال الأمر، وتعجز المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي عن إعادة الحق لأصحابه، ولأن أهل شبعة توارثوا الأرض عن آبائهم وأجدادهم فهم مصممون على استعادتها. قالوا لي منين؟ قلت لهم لبناني جنوبي، وانا الصهيون اللي بالماضي غزو جنوبي، وانا ما بفرق بين بقاعي وشمالي وبيروت وجنوبي، المزارع إلنا والجنوب جنوبنا. فنحن بالدم بالروح بكل شيء بدنا ناخذها شبعة ابا عن جد لبنانية وبدنا اياها. انا خلقانة بمزارع شبعة، صار عمري 90 سنة، إلنا الأرض ما بنتخلى عنها، نحن شبعة ما بنتخلى عنها أرض شبعة. ما حدا من شبع إلا مقلوب بمزارع شبع، ما حدا من شبع إلا مقلوب. في عام 2000 نجحت المقاومة في لبنان في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بعد هجمات وعمليات كبدت جنوده خسائر كبيرة، لكن التحرير بقي ناقصا مع استمرار احتلال مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وعليه يؤمن أهل هذه الأرض بأن استعادة حقوقهم لن تكون إلا بالمقاومة. اللي راح بالقوة بيرجعش إلا بالقوة، بس نحن ما نترك أرضنا ولا عرضنا ولا في حدا بيترك أرضه وعرضه وبيته وبفل. لو خلي لي غرفة واحدة بس ما دمرهاش تضل قاعد فيها ما راح فل. أنا ختيارة حافة قبري وبروع أرضي وما برجع من شيء، إلنا أرضنا وبيتنا وبلدنا ما بنطلع منه، هن يطلع هن يفل، نحن ما ضلنا بشبح، هي أرضنا هي وطننا وربينا وخلقنا. ها أنا صامدون، ها نحن ولا بنتحرك لو شو ما عم الصهيوني، ولا بنطلع لو بقيت اوضه هون بشبع. الحمد لله هذا الازاز والبيوت كلها بتتعوض والسيارات كلها بتتعوض. مزارعنا ما منبيعها بالدم رح نرويها، نحن شعب مظلوم لكننا احرار، لكننا احرار. في موقع جغرافي حساس واهم جدا تقع شبعة على مثلث لبناني سوري مع فلسطين المحتلة. أهمية الموقع تجعل شبعة هدفاً لاعتداءات الاحتلال التي تدفع أهلها إلى المغادرة، لكن الأجيال هنا لم تتوارث الأسماء والكنية فحسب، بل التعلق بالأرض والنضال في سبيلها. فاطمة فتوني، بلدة شبعة الحدودية، جنوب لبنان، الميادين. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف هدف حيوي في إيلات أم رشراش المحتلة بواسطة المسيرات، وكانت في وقت سابق قد أعلنت ضرب هدف حيوي في الجولان السوري المحتل أيضا بواسطة الطائرات المسيرة. وأكدت المقاومة استمرارها في دك معاقل العدو نصرة لأهل غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بعد إعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، ووصفه باللسامي. وكان بيترو قد طلب كذلك الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية. كولومبيا سوف تقطع العلاقات الدبلوماسية بإسرائيل لأن لديها حكومة ورئيسا يرتكبان الإبادة، ولا يمكنهم الاستمرار في هذه الإبادة الجماعية وإبادة شعب بأكمله أمام أعيننا. إذا ماتت فلسطين تموت الإنسانية، ولن نسمح بحدوث ذلك. في باريس حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية في مسيرة عيد العمال، وطلبوا بوقف دعم الحكومات الغربية السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل. وخلال التظاهرة سجل وقوع عدد من الإصابات بسبب اعتداءات الشرطة على المتظاهرين. نريد السلام في منطقة البحر المتوسط وأن تتوقف التهديدات التي يتعرض لها 500 مليون شخص يعيشون حول هذا البحر، سواء من المراكز النووية الأوكرانية أو الحرب الدنيئة في غزة التي هي في الواقع ليست حربا إنما إبادة جماعية. عار على من يتجاهل ذلك. المجرمون هم من يطلقون القنابل ورصاص القنص، والذين يقتلون بالتجويع والتعطيش آلاف البؤساء الذين لا يعلمون ماذا يفعلون، فيما القوى العظمى التي تعطي دروسا وتقدم لهم أحيانا نصائح تنم عن عدم الاحترام. حين نرى الرئيس الأمريكي يقول أنه يعطي القنابل لنتنياهو لكن عليه أن يهتم لحياة المدنيين، فليخبره أحد أن هذه القنابل هي لأجل المدنيين. هل يعرف هذا الشخص عما يتكلم؟ نعم إنه يفعل، وهذه الحرب تناسبهم. وفي مدينة ليون مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن خلال مسيرة الأول من أيار المساندة لفلسطين. شاركت النقابات العمالية في بريطانيا إلى جانب أحزاب وشخصيات سياسية في مسيرة اليوم العالمي للعمال. المتظاهرون طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية فضلا عن وقف الحرب على غزة في ظل دعوات إلى حظر بيع السلاح لإسرائيل. تقرير موسى السرور. عمال المملكة المتحدة ينتصرون لغزة في عيدهم. مسيرة الأول من أيار مايو هذا العام في لندن هيمنت عليها شعارات التضامن مع غزة والانتصار لانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعوات لحظر بيع السلاح إلى إسرائيل. نحن في الاتحاد لدينا سياسة واضحة بشأن دعم فلسطين وإنهاء القتل ووقف إطلاق النار، وجميع الأعضاء في نقابتنا يدعمون هذه السياسة. أعتقد أن هذه الفرصة في هذا اليوم هي لتأكيد مطلبنا عدم تصدير السلاح إلى إسرائيل. وأعلم أن هناك عمالا في بعض النقابات لا يريدون دعم وصول السلاح الذي يستخدم لارتكاب جرائم الإبادة في غزة أو تسهيل وصوله. مسيرة اليوم العالمي للعمال التي انطلقت من أمام مكتبة كارل ماركس في لندن وانتهت في ساحة الطرف الأغر قرب البرلمان رفعت شعارا يدعو عمال العالم إلى الوحدة في وجه الإمبريالية، فضلا عن مطالبة الحكومة البريطانية بتحسين أوضاعهم المعيشية وضرورة التوقف عن زيادة النفقات العسكرية التي تثقل كاهل البريطانيين. إن سياسة الحكومة الخارجية كارثية، يجب أن يكون لدينا سياسة لنشر السلام لا الحرب. علينا أن نبني المدارس والمستشفيات وألا نرسل القنابل، ونحن نسعى لإيجاد بديل في البلاد يسعى للعدالة والسلام.
عمال بريطانيا أرادوا في هذا اليوم الاحتفالي أن يترجموا شعاراتهم إلى أفعال، حيث أغلق ناشطون مبنى وزارة التجارة في لندن مطالبين بمنع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فيما تظاهر آخرون في اسكتلندا وويلز ولندن أمام شركات تصنيع الأسلحة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. يرى هؤلاء العمال أن الانتصار لفلسطين في عيدهم رسالة واضحة لقادة أحزابهم السياسية وللعالم، مفادها ضرورة التوقف عن اعتماد سياسة الحروب وعدم الالتحاق بالسياسات الأمريكية، لأن ذلك برأيهم يمثل ضررا بسمعة بلادهم ويزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا. مستصل لندن، الميادين. أحيى الاتحاد العام التونسي للشغل عيد العمال العالمي بفعاليات شعبية ورسمية ومسيرة حاشدة في ساحة النضال النقابي في تونس نصرة لغزة وفلسطين. الأمين العام للاتحاد نور الدين طبوبي أكد في كلمة له بالمناسبة أن الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة أمريكيا وأوروبيا هي حرب عرت زيف الشعارات الغربية وفضحت هرولة الأنظمة العربية المطبعة وتذيلها المطلق للسياسة الاستعمارية الأمريكية. لا يمكن هذه السنة أن نحيي عيد العمال دون أن نتحدث عن حرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشمة بدعم مباشر أمريكي وأوروبي وحتى عربي. فعيد العمال هذه السنة جاء مدرجا بدماء آلاف الأطفال فلسطين ونسائها وشيوخها. وفي لبنان أحيا العمال وعيدهم بتظاهرة جابت شوارع العاصمة نظمها الحزب الشيوعي اللبناني، وتميزت هذا العام بحضور قوي لفلسطين ومقاومتها. تقرير عباس الصباغ. على عادتهم في كل عام احتفل عمال لبنان بعيدهم هذا العام، وحضرت فلسطين ومقاومتها في تظاهرة الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت. أعلام فلسطين ومقاومتها ورايات الحزب الشيوعي تصدرت التظاهرة العمالية التي جابت شوارع العاصمة اللبنانية. الأمين العام للحزب الشيوعي أكد أن طريق التحرر الاجتماعي يمر أولاً بمقاومة العدوان. من أجل وقف العدوان الصهيوني على لبنان، على جنوبه وعلى فلسطين، على غزة والقدس والضفة الغربية، هذا يوم الأول من أيار للانتصال للمقاومين، كل المقاومين. لفلسطين كلمتها في التظاهرة العمالية. تحية إلى العمال المقاتلين الذين يبنون مستقبل فلسطين ومستقبل المنطقة العربية. هؤلاء العمال الذين يقومون بالعمل بالقتال ضد المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي في المنطقة. المشاركون في إحياء عيد العمال العالمي في لبنان وعلى الرغم من ثقل همومهم المعيشية والاجتماعية لم يتخلفوا عن دعم القضية المركزية. مع دولة فلسطين، مع قيام دولة حرة. لفلسطين كل الحب والورود، لفلسطين كل التحية. الشيوعيون وفي الذكرى المئوية لتأسيس حزبهم عاودوا تأكيد تمسكهم ببوصلة المقاومة التي كانت مرادفة لنضالهم على مختلف الساحات وفي مقدمها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أبطال فلسطين ولأبطال غزة ونسوان غزة يلي قلبوا كل الموازين وفاجأونا كلنا ودمروهم وعملوا فين العمايل ومرمغول أنفهم بالتراب للإسرائيليين. ومن هذا الفتى تحية إلى فلسطين. تحية لكل المناضلين ولكل المقاومين يلي هني عم بيقاتلوا العدو الصهيوني يلي هني عم بيقاتلوا من أجل حقوقهم. ومن هذه العاملة الأثيوبية كلمة إلى فلسطين. إن شاء الله يا رب تنجح فلسطين، ويا رب بتمنى للفلسطين ويكونوا مبسوطين إن شاء الله يا رب. كان من المفترض أن تحتل مطالب العمال طليعة هذه التظاهرة، ولكن العدوان الهمجي على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان حولتا هذه التظاهرة إلى مناسبة لتجديد الوفاء لفلسطين ومواجهة الاحتلال. في عيد العمال العالمي تحية من عمال لبنان إلى عمال فلسطين، وتحية لمقاومتها والتأكيد على أن مطلبا أساسيا هو وقف العدوان على فلسطين ولبنان، وبه تتحقق مطالب العمال. عباس صباغ، بيروت، الميادين. حرمت إسرائيل آلاف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل منذ 7 أكتوبر الماضي، ما زاد من نسبة البطالة وحالات الفقر بين الفلسطينيين. تقرير نسين سلمي.
من يطا أقصى جنوب الضفة الغربية إلى مدينة رام الله جاء ذياب الشواهين ليعمل في البناء على أمل أن يتمكن من توفير قوت عائلته بعدما فقد عمله في الداخل المحتل منذ أكثر من 7 أشهر ولم يجد بديلاً إلا قرابة الأسبوع تقريباً. طيب احنا بنكابر وبنجاهد وشايف احنا بنشتغل يعني ما بنجيب سبوت يومنا ولا بنقدر نصرف أولادنا في اليوميات المتواجدة هال. 500,000 عاطل من العمل في فلسطين، منهم 236,000 عامل كانوا يعملون في الداخل المحتل، ومنهم 100,000 عامل فقدوا أعمالهم بسبب ظروف الحرب، فيما وصلت خسائر العمال بسبب عدم حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم إلى نحو 400 مليون دولار حرموا منها بعدما منعتهم إسرائيل من الوصول إلى أماكن عملهم واعتقلت من حاول منهم الوصول وأطلقت النار عليهم. بقينا نأخذ 400 و500، أنا بتأخذ 100 150، إني لشو 150 شيك بصونشش وبصلنش 150 حتى. وبحسب اتحاد العمال الفلسطينيين فإن استيعاب العمال في سوق العمل الفلسطينية صعب ويحتاج إلى كثير من العمل في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين وحرمان الحكومة مستحقات المقاصة وتقليص أموال المانحين وانعدام مشاريع التنمية الاجتماعية. كارثة اللي بعيش الطبقة العاملة الفلسطينية بدون أي مساعدات، بدون ما نقدم لهم أي مساعدات نتيجة الوضع المتردي في فلسطين ونتيجة عدم وجود قوانين حماية اجتماعية ونتيجة التمييز العنصري اللي انتهجت الحكومة الإسرائيلية عدم دفع أي تعويضات للعمال اللي بيشتغلوا عندهم داخل إسرائيل. عملت إسرائيل على مدى سنوات الاحتلال على ربط الفلسطيني بها من خلال إبعاده عن أرضه ومصادرتها وإغرائه بالعمل في السوق الإسرائيلية برواتب عالية تجعله رهينة للمحتل الذي يتحكم في قدرة العامل على الوصول إلى عمله. قد يقول قائل بأن على العمال الفلسطينيين عدم العودة إلى سوق العمل الإسرائيلية، لكن الحقيقة التي يجب أن لا تغيب أن على الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال توفير بدائل كريمة تغنيهم عن تحكم الاحتلال بمصادر رزق آلاف العائلات الفلسطينية. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. أحيت كوبا اليوم العالمي للعمال عبر احتفال مركزي حاشد في المنبر المعادي للإمبريالية مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة هافانا، وأقيم الاحتفال بمشاركة الزعيم الكبير راول كاسترو والرئيس ميغيل دياز كانيل تحت شعار بكوبا نؤمن جميعا، حيث ظهر الرئيس الكوبي مرتديا الكوفية الفلسطينية مجددا، فيما رفعت الأعلام الفلسطينية ضمن الاحتفال تعبيرا عن دعم كوبا قيادة وشعبا لفلسطين وقضيتها العادلة. وخلال الحفلة أكد رئيس اتحاد العمال الكوبي أن الوحدة ستبقى السلاح الاستراتيجي لكوبا في مواجهة التحديات. لنرفع صوتنا عاليا من هذه الساحة ولنقول يسقط الحصار الأمريكي ضد كوبا. إن المعركة الأساسية التي نواجهها اليوم هي المعركة الاقتصادية، والعمال هم عنصر أساسي فيها. لقد أثبت شعبنا أنه يستطيع التغلب على الصعوبات. أيها الرفاق، كما علمنا جنرال راول كاسترو، كلما كانت الظروف صعبة وجب أن تكون الوحدة أقوى. الوحدة هي السلاح الاستراتيجي للثورة، ولهذا سوف ننتصر. نظم الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا مسيرة حاشدة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بمناسبة عيد العمال، وخرجت المسيرة بمشاركة عشرات الآلاف من العمال، حيث انطلقت من ساحة ليبرتادور قبل أن تنتهي عند القصر الرئاسي ميرافولورس. سنواصل النضال يدا بيد مع الرئيس نيكولاس مادورو كي تستعيد فنزويلا عافيتها. مطالبات لصندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم بسحب استثماراته من إسرائيل، فأي تأثيرات على اقتصاد تل أبيب المعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة؟ التفاصيل في العرض الآتي. صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم يواجه ضغوطا بسبب استثماره في شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بحسب وكالة رويترز. هذه الوكالة أشارت إلى أن برلمانيين ومنظمات عديدة غير حكومية دعت الصندوق البالغ حجمه $1,600,000,000,000 إلى سحب الاستثمارات بالكامل من إسرائيل. وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل والتابعة للصندوق تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها
تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب؟ وهل تساهم بشكل مباشر في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؟ وبحسب بيانات الصندوق أيضا فإنه يمتلك استثمارات بقيمة 1,360,000,000 دولار عبر 76 شركة في إسرائيل منذ نهاية عام 2023، منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات أيضا. وكان الرئيس التنفيذي لهذا الصندوق قد لفت إلى أن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقيا، فيما شددت رئيسة لجنة فلسطين في النرويج على ضرورة الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة بحق أهالي غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن حرس الثورة في إيران يؤدي دورا بناء في الإسهام في استقرار المنطقة وأمنها ومحاربة الإرهاب. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث دعا عبد اللهيان إلى الاهتمام الاتحاد باحترام القوات المسلحة الإيرانية في إطار القانون الدولي، قبل أن يرحب بمواصلة الحوار بين الاتحاد وإيران لتعزيز التعاون الثنائي. بدوره قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي لا يريد توترا مع إيران، مرحبا بدور الأخيرة الإيجابي في الحد من التوترات واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. قال قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي إن الكيان الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى تلقى هزيمة أمنية، وبعملية وعد صادق تلقى هزيمة في الردع. وفي كلمة له بمناسبة يوم المعلم أكد سلامي أن عملية وعد صادق قابلة للتكرار والجميع يعلم ذلك، وهذه معادلة طهران الجديدة. تم تنفيذ هذه العملية وعد صادق على نقطة واحدة، ولكن العدو استخدم جغرافيا واسعة للتصدي لها، كاليونان والبحر المتوسط والبحر الأحمر والحجاز والعراق والأردن وفلسطين وتركيا. لقد كانت عملياتنا محدودة وهي جزء من قوة عظيمة لدينا. نفذنا العملية من دون عنصر المباغتة، ولو نفذنا المرحلة الثانية من عملياتنا لانخفضت قدرة منظوماتهم الدفاعية إلى 50% على أقل تقدير، وفي المرحلة الثالثة كانت انخفضت بالشكل نفسه أيضا. بعد عقود من الزمن انتقلت الحرب إلى ساحة الصهاينة، 8 ساعات من الهلع والخوف والتخبط عاشتها إسرائيل، والجميع يعلم أن هذه العملية قابلة للتكرار. قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران استدعى علي خامنئي إيران طريقة التعامل الأمريكيين مع قضية غزة عكست أحقية الموقف الإيراني في عدم الوثوق بالولايات المتحدة. لو بذلوا الجهود ل20 أو 30 عاما لإبقاء الكيان الصهيوني على قيد الحياة ولا يتمكنوا من ذلك بإذن الله، لن تحل الأزمة. الأزمة تحل عندما تعود فلسطين إلى أصحابها. فلسطين هي للشعب الفلسطيني بمكوناته الدينية المسلمة والمسيحية واليهودية كافة. عليهم أن يعيدوا فلسطين إلى الفلسطينيين، وهم من يجب أن يشكلوا نظامهم، ونظامهم هو من سيقرر كيف يتعامل مع الصهاينة وما إذا كان سيطردهم أو يبقيهم. البعض يتصور أن الصراع سيحل إذا أجبر الدول الإقليمية على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، لكنهم على خطأ. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم دائما زيارة صفحات المدينة على الإنترنت، المدينة دوت نت باللغة الثلاث، العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.